انا اللي بغيت نعرف هاد الخير هاد الماء اللي باغيين يحرمونا منه هاد الناس اللي كيحرمونا من هاد الماء اللي هادي سنين جدود جدنا تاريخ عند ماقوسه بالماء. يعني سكان ماقوسه راه الا مشى الماء كيبقاو ضحيه، راه ما عندهمش شي بديل اخر من غير هاد الماء. الماء هو اللي كنعيش في هاد الاشجار، كاين الشجره اللي في عمرها 600 سنه و 700 سنه، الزيتون والكرموس والبرقوق والناس كلشي اللي في ماقوسه انك كيعتمدوا على مصدر العيش نتاعهم هي هاد الماء، ما عندهمش شي حاجه اخرى. من الناس ماقوسه كلشي فلاحين، ما عندهمش شي حاجه اخرى من غير الفلاحه. والمشكل حنا هاد الناس كيجيو كيهدونا بالسلطه، الدارك كيقول لك غادي يرجعوكم من عند كما كان كيدير دريس البصري، ان بطريقه فين ما يحضرونا في شي اجتماع ديالهم كيهدونا باللي غادي نعتقلوكم، غادي نديروكم في الحبس، غادي ما كاين حتى شي حاجه من غير الا ما خديناش داك الماء، راه ما غاديش نتخلوكم داك الماء، غادي ناخذوه باي طريقه بغيتو او لا كرهتو. يعني جميع السلطات نتاع مدينه تزار كتهددنا بهذه الطريقه هذه، ماشي يعني احنا راه هذا الماء احنا جاوا غادي ياخذوه لنا بالسيف، ماشي لخاطرنا. والا داو هذا الماء راه ماقوسه غادي تشرد وتهمش، سكان ماقوسه بالكبير بالصغير غادي يبقى ضحيه. حنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصره، هو اللي غادي يحمينا في هذا الماء، هذا الماء طبيعي يعني فوق الارض، ماشي هو الماء تحت الارض، هذا الماء العيون ها انتم كتشوفوا فيه ماء طبيعي، الحمد لله الماء العيون كيجريو من كل بلاصه، 8 نتاع العيون ب 8 باغي كيبسوه منا، كيخدموا بير، كيبسوا لنا العيون في مره. وحنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصره هو اللي يحمينا ويحمي لنا هذا الخير اللي عندنا في ماقوسه في سكان ماقوسه، هذا هو مطلب الرزق ديالهم، ما عندهمش شي حاجه اخرى من غير هذا الماء هو اللي به كنعيش. انا تلميذه كنبقى في مدرسه ساكنه في دوار ماقوسه، ساكنه في دوار ماقوسه، وهذا الاب ديالي، حنا عايشين في هذا الارض بهذا الماء اللي كاين في هذه المنطقه، وهذا الشجر كامل اللي هنايا كله كبير بهذا الماء اللي كاين هنايا، وانا بغيت الماء ديالنا يبقى عندنا، وبغينا الماء هذا الماء اللي كاين في هذه المنطقه كلها خاصها تبقى، وهاد الوكاله بغيناها تبعد علينا، وانا بغيت نعيش بهاد الماء، وكي غادي ندير انا نقرا وهاد الماء ما كاينش، ولا نقطع هاد الماء في هاد المنطقه، ما عندناش مصدر العيش اخر في هاد المنطقه، هاد المنطقه المصدر الاساسي ديالها هو الماء. عندنا في ماقوسه حنا هنا كاين 8 العيون، كاين عين الرقا واحد وجوج، عين جليج واحد وجوج، عين ولاد الحاج والعنصر، عين حمد الركبي، عين الحريم، عيون طبيعيين كيجريو فوق الارض، واذا به جات الوكاله بغات تستغلو يعني بطريقه بضغوط نتاع السلطه بما فيه من السيد الباشا والعميل والكاتب العام والقايد، يعني بطرق يعني باش تستافد به الوكاله، وهذا منابع يعني طبيعيه واللي ثروه طبيعيه اللي نعمل لنا الله بها من الله، خصنا نحافظوا عليهم ماشي لنا حتى الاجيال الجايه ان شاء الله. وهذا العيون يعني عندنا تاريخ من جد لجد، يعني وارثينهم من جد لجد بوثائق الملكيه نتاع الاراضي نتاعنا في دوار ماقوسه اللي كنستغلوهم من اجل الفلاحه والماء الصالح والماء الشرب والبهائم نتاعنا. وإذا به جات الوكالة بضغوط من السلطة. وهذا واحد من المنابع ديال العيون اللي كاينة في ماقوسة، اللي كتحاول الوكالة أنها تستغل هاد الناس وتدي هاد الماء من أجل، ما عرفناش حنا ماشي شغلنا في هذيك الأمور، ولكن هاد الناس اللي كاينين في الدوار، يعني المصدر ديال العيش ديالهم الوحيد هو هاد الماء، يعني إلا مشى الماء هاد الماء راه ما كاين ما يدير هنايا. يعني ما كاين حتى شي حاجه، الفلاحه هي النشاط الاساسي ديال هاد السكينه، وماشي غير السكينه، يعني ماشي غير الفلاحه بالضبط، راه كاين الناس كاين دواور يعني بجانب هاد الدوار هادي كتستغل هاد الماء عند السقي والمواشي، وكاين المهم المشكل بدا في سنه 1990 ملي جات المهم جات الوكاله كتنقب على ما سمعنا حنا، قالوا لنا والدينا انك كتنقب على البترول. بعد مدة من داك الشيء يعني اكتشفنا ان هذاك البترول مجرد خدعة، فين ملي مشى لنا الماء يعني داروا كوادس نشفوا لنا العيون عاد، يعني اكتشفنا حنا هذه الامور هذه. بقينا هكاك يعني واحد المدة ديال 20 سنة وحنا في مشكل مع هذه الوكالة، ما لقيناش معها شي حل، ما عطاتناش ما يعني كما كيقولوا بقاو هاد الناس يعني متشردين، هاد الناس بالنسبه للدوار هادو ما عندهمش يعني نص بنادم شحال من واحد اللي مشى ما بقاش ساكن هنايا بسبب ديال هاد الماء اللي مشى. من بعد من بعد هذا الطبيعي حنايا السلطه جات دارت معنا واحد المساومات، بغات يعني تبني لنا طواليت ديال واحد المدرسه ديال واحد القسم اللي هو ما خدامش، بالمقابل ديال هاد الماء انه هاد الماء يمشي يديوه لعند المدينه.
المدينه عندها يعني مكفيه، حاليا مكفيه ما عندهاش يعني نقص في المياه. هل هذه يعني عمرها هاد العيون يعني ما سبق لهم نشفوا ولا وقع تاثروا بالجفاف، ولا يعني دوز المغرب كيعاودوا لنا دوز اصعب مرحله في 45، يعني هاد العيون ما وقع لهم حتى شي مشكل اللي هي كانت اكبر نقطه الجفاف في المغرب مرت. يعني وتفاجئنا في السنة الاخيره يعني الوكاله اللي جات لهاد المنطقه هذه، ويعني وقال لك كيعبروا البيت كان قبل البترول كيديروا هذا، ولان تفاجئنا في التالي بانهم كان الهدف الاساسي نتاعهم هو الماء. يعني تعرضت المنطقه يعني جفوا العيون كلهم ومشاو ودازت مراحل، داز 15 سنه ورجعوا المنابع اللي راحنا دابا، ورجع المشكل يعني كتهددنا الوكاله انها باش تعاود تجفف هاد العيون. واللي كنشوفوا ان المدينه يعني مدينه تازم عندها مجموعه المصادر المياه اللي كاينه، سد باب الوطن اللي انشئ خصيصا لمساعده مدينه تازم في النقص الماء. يعني مدينه تازم عندها مجموعه المصادر اخرى يعني اللي كتزود يعني المنطقه. الساكنه مدينه تازم لا يوجد اي مكان يشتكي من قله المياه، وهذا الوكاله هذا الشيء اللي كديروا يعني كتزيد الضغط علينا من طرف السلطات ديال مدينه تازه اللي زارونا في عين المكان وقالوا لنا يعني اننا خصنا نتنازلوا على هذا الماء مقابل انهم ينشئوا لنا واحد المرحاض بجانب احد الاقسام الذي لا يشتغل اصلا، وبالمقابل انهم نساعد الوكاله من اجل استغلال هذه الفرشه المائيه اللي نعم علينا بها الله، ثروه مائيه نعم بها الله على هذه المنطقه واللي خصنا نحافظوا عليها ماشي الاجيال ديالنا، حتى الاجيال الجايه ان شاء الله الى ما قدر الله انه كان شي جفاف قاحط ولا يعني شي بحال هذا من هذا الماء. يعني يمكن في تلك اللحظه تقع المصلحه العامه اذا كان جفاف يعني وما كاينش مصادر مائيه اخرى، مصادر مائيه اخرى لمساعده هذا الناس. هاد العيون اللي نايضين حنا عندنا في الدوار راه في ارضنا، يعني ماشي في ملك شي واحد ولا في الارض ديالنا هادي. ومن بعد ما كان واحد العام كان جات الشتاء بكثره، تعرض هذاك سميتو ذاك القابوس ديال الوكاله كان ما بقاش خدام، ومن بعد داك الشيء رجع الماء لعند العيون ورجعت الحياه اللي عندها الدوار، وبداو الناس كيمارسوا الفلاحه ديالهم كما كانوا شحال هادي، ورجع الخير لعند البلاد ورجعوا الشجر كما كانوا. وانتم كتشوفوا يعني كاين بزاف ديال الاشجار، كاين كرموس، كاين الزيتون، كاين البرقوق، كاين الرمان، يعني بزاف ديال الاشجار. وما يعني خصني واحد ليست باش نكتب لكم هذا الشيء. وكتعتمد الفلاحه كيعتمدوا بالخصوص على الزراعه المعيشيه، الزراعات بحال اكثريه في الصيف بحال الخص، القرعه، الفلفله، مطيشه. الاغلبيه حنا كنا كنتعرضوا لعند الجفاف، كنت كتشفنا بهذه الوكاله الاغلبيه في فصل الصيف، يعني في ذاك الوقت اللي كنكونوا كنوجدوا حنا المحصول ديالنا كنتعرضوا لواحد الضياع كثير.